عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السابع، رجعت معكم فيديو جديد اللي هو رح يكون إن شاء الله حل أسئلة تمارين ومسائل لدرس الزوايا المتعمة. طبعاً أول إشي رح أحكي عن الأهداف لهذا الفيديو. أول هدف رح نتذكر سوا مفهوم الزوايا المتعمة. ثاني هدف إنه نتقن حل مسائل متعددة أو متنوعة حول الزوايا المتتامة اللي هي حنحل تمارين ومسائل الموجودة في الدرس. أول إشي رح نراجع مفهوم المستقيمات المتعامدة ومفهوم الزوايا المتتامة. حكينا المستقيمات المتعامدة وأنت بكون المستقيمين متعامدين لما ينتج من تقاطعهم زاوية قائمة، يعني 90 درجة. هاي الرسمة بتمثل لي مستقيمان متعامدان نتج من تقاطعهم زاوية قائمة. بالنسبة للزوايا المتتامة حكينا الزاويتين بيكونوا متتامتين لما يكون مجموع قياسيهما عبارة عن 90 درجة. مثال عليهم، عندي الزاويتان هم 30 و60 بشكله زاوية قائمة، لهيك بنحكي عنهم هما زاويتان متتامتان، يعني مجموعهم بيعطيني 90 درجة. نيجي لحل تمارين ومسائل درس الزوايا المتتامة صفحة 71. رح نبلش بالسؤال الأول. السؤال الأول بحكي أحدد ما إذا كان كل زوج من الزوايا الآتية متتامة أو غير ذلك. بلش بأول زوج من الزوايا. في عندي هون حاطط لي زاوية واحد والزاوية اثنان، مش حاكي لي قياساتهم بس معطيني اشي معلومة هون، حاكي لي انهم بيصنعوا زاوية قائمة. ما انهم صانعين عندي زاوية قائمة معناته الزاوية واحد والزاوية اثنان بزاويتان متتامتان. نحكي له نعم، الزاوية واحد والزاوية اثنين يصنعان زاوية قائمة، اذا الزاوية واحد والزاوية اثنان متتامتان. نيجي للزوج الثاني من الزوايا، معطيني الزاويتان 40 و55 درجة. نشوف هل هدول الزاويتان هما متتامتان أم لا. عشان نعرف إذا كانوا متتامتين أم لا راح نجمعهم سوا ونشوف هل مجموعهم بيعطيني 90 درجة. إذا كان مجموعهم 90 درجة معناته هما متتامتان، إذا كان مجموعهم مش 90 درجة معناته الزاويتان غير متتامتان. نجمعهم سوا الأربعين والخمسة وخمسين بتطلع معي 95 درجة، يعني لا يساوي 90، ما بصنعوا زاوية قائمة، معناته الزاويتان اللي هن 55 و40 غير متتامتان. نيجي للزوج الثالث من الزوايا، معطيني الزاوية 60 والزاوية 30. عشان أعرف هل هدول الزاويتين هما متتامتان أم لا رح أجمعهم سوا وأشوف هل مجموعهم بيطلع 90 درجة. فعلا لما أجمعهم حيعطيني 90 درجة، إذا الزاويتان 60 و30 هما زاويتان متتامتان. نيجي للزوج الرابع من الزوايا، معطيني الزاوية 48 والزاوية 42، نشوف مجموعهم بيطلع معي 90 درجة ومنها الزاويتان 48 و42 هما زاويتان متتامتان لأنهم أعطوني 90 درجة مجموعهم، يعني بصنعوا لي زاوية قائمة. نيجي لآخر زوج من الزوايا، معطيني الزاوية 56 والزاوية 32، نشوف هل هما زاويتان متتامتان؟ نشوف مجموعهم بالأول، مجموعهم بيعطيني 88، معناته لا يشكلان زاوية قائمة مش 90 درجة، لهيك إذا الزاويتان 56 و32 هما زاويتان غير متتامتان. هيك بنكون خلصنا السؤال الأول. نيجي للسؤال الثاني، أجد قياس متممة كل من الزوايا التالية أو الآتية. في عنا بدنا متممة الزاوية 70 و45 و37. لما يسألني متممة الزوايا التالية معناته أنا بدي أشوف شو الزاوية اللي بجمعها مع هاي الزاوية بتعطيني 90 درجة، يعني شو الزاوية اللي بتشكل مع هاي الزاوية زاوية قائمة. ومنها كيف بحسب الزاوية المتممة؟ عن طريق إني أطرح من 90 70 بطلع معي 20، فمتممة 70 هي عبارة عن 20 درجة. 45 نطرح 90 ناقص 45 بعطيني 45، يعني متممة 45 هي 45. نطرح من 90 37 بطلع معي 53، أي أن متممة 39 هي 53 درجة. وهيك إحنا بنكون حسبنا متممة كل من الزوايا التالية الموجودة في السؤال الثاني.
نيجي للسؤال الثالث، زاويتان مستقيمتان، قياس الأولى 2 سين وقياس الثانية 60، ما قيمة سين بالدرجات؟ هون يا سابع حاكي لي إنه الزاويتان 2 سين والستين مستقيمتان، يعني مجموعهم حيعطيني 90 درجة، ومنها أنا رح أحصل على معادلة خطية بحلها بوجد قيمة سين، بطلع معي 2 سين زائد 60 يساوي 90 كونهم مستقيمتان. عشان أحسب قيمة سين، أول إشي بنقل الستين للطرف الثاني بإضافة معكوسها اللي هو سالب 60، بتروح الستين مع الستين، بصير عندي 2 سين بيساوي 90 ناقص 60 اللي هي 30، ومنها بقسم الطرفين على معامل سين اللي هو 2، بتطلع معي سين قيمتها 30 على 2 اللي هي 15 درجة. أنا هيك حسبت قيمة سين المطلوب عندي في السؤال الثالث. نيجي للسؤال الرابع، زاويتان مستقيمتان، قياس إحداهما 4 أضعاف قياس الزاوية الأخرى، أجد قياس كل منهما. حكي لي يا سابع إنه الزاويتان مستقيمتان، لكن مش حكي لي كم قياس كل واحدة فيهم، بس معطيني معلومة إنه قياس إحداهما 4 أضعاف قياس الزاوية الأخرى، يعني الزاوية الأولى بتساوي 4 من الزاوية الثانية، فأنا رح أفرض إنه قياس الزاوية الأولى يساوي سين وقياس الزاوية الثانية يساوي صاد كونهم مجهولتين عندي، فما إنهم متامتان حتكون مجموعهم اللي هم سين زائد صاد يساوي 90 درجة. والمعلومة الثانية اللي معطيني إياها إنه واحدة منهم 4 أضعاف الأخرى، فمنها أنا حكيت إنه سين بيساوي 4 أضعاف صاد. هلا رح أرجع للسين زائد صاد يساوي 90، هاي اللي عندي، وأعوض مكان سين 4 صاد اللي أنا عندي موجودة هون، ومنها رح أحصل على التالي، رح أعوض مكان سين 4 صاد، بصير عندي 4 صاد زائد صاد يساوي 90، فأربعة صاد زائد صاد بجمعهم سوا بيعطوني 5 صاد يساوي 90. عشان أخلي صاد لحالها بطرف رح أقسم على معاملها اللي هو 5 للطرفين، بصير عندي صاد يساوي 90 على 5 اللي هي 18 درجة. وعشان أحسب قيمة سين برجع لهاي، أنا بعرف إنه سين بتساوي 4 أضعاف صاد، ما إنه صاد 18، فسين هي عبارة عن 4 أضعاف 18 اللي هي 72 درجة. أنا هيك حسبت قيمة كل زاوية عندي من الزوايا الموجودة، منها بطلع عندي سين بتساوي 72 وصاد بتساوي 18 درجة. نيجي للسؤال الخامس، إذا كانت الزاوية التي يصنعها باب الغرفة مع الحائط الغرفة الأول 57 درجة، أجد قياس الزاوية التي يصنعها الباب مع الحائط الآخر المجاور. طبعا هو معطينا رسمة، حكي لي إنه أنا عندي هذا الباب، شايفينه؟ هذا اللي هون، طبعا عندي الحائط الغرفة الأول هاد صانع مع الباب زاوية 57 درجة، والحائط الثاني هيو بدي أعرف أنا كم الزاوية اللي صنعها الباب مع الحائط الآخر هذا اللي هون، يعني بدي أعرف كم هاي الزاوية. بما إنه هم معطيني بالرسمة إنه هاي زاوية قائمة، معناته هدول زاويتان متامتان، معناته 57 هاي مع هاي الزاوية اللي أنا رح أفرضها صاد مجهولة حتكون مجموعهم بيساوي 90 درجة. رح أحصل على المعادلة التالية اللي هي صاد زائد 57، يعني جمعتهم سوا بيعطوني 90 درجة، ومنها رح أخلص من 57 أنقلها للطرف الثاني بإضافة معكوس اللي هو سالب 57، بصير عندي صاد بتساوي 90 ناقص 57 اللي هي 33، ومنها قياس الزاوية بصنعها الباب مع الحائط الآخر هي 33 درجة. وهيك بنكون إحنا خلصنا حل تمارين ومسائل. بذكركم إنه الفيديو هذا إن شاء الله رح ينزل على نور سبيس، ونزلت شرح الدرس قبل سابقا مع ورقة أعمال، بتمنى إن الكل يحلوها يبعثوا لي إياها عبر نور سبيس. شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم على خير بإذن الله.